النهارده بنحتفل بيوم المنح شهاده الايزو 9001-2015 للنادي الاهلي، وتم اختيار نادي الاهلي زي ما كان الكابتن الخطيب بيقول لانها مؤسسه كبيره، مؤسسه عريقه، يهمنا جدا ان احنا نديها ونمنحها شهاده اللي هي بتقول ان عندها نظام اداري قوي. احب هنا ان انبه ان النادي الاهلي هو الاول نادي عربي افريقي ياخد شهاده زي دي. الشهاده دي بدايه لعده شهادات هتتاخد تباعا بناء على النشاط اللي هيتم الفتره اللي فاتت دي كلها. الشهاده دي مش مساله النهارده سلمنا شهاده، الشهاده دي بقى لنا اكتر من شهر بنشتغل عليها، معانا مجموعه من الخبراء الحمد لله. الشهاده دي احنا مدينها شهاده عالميه، مدينها مع شركه يورو سيرت، دي احدى الشركات العالميه في العالم منحه للشهادات الجوده، والحمد لله تم ده بمنتهى الاداء قوي من النادي الاهلي ومن مجموعه العمل الموجوده في النادي الاهلي. لولا ان وجود فعلا نظام قوي ما كانش قدرنا ان احنا نمنح الشهاده. المعايير اللي احنا مدين عليها هي كلها معايير اداريه، ان في نظام اداري، في نظم اداريه، في مسؤوليات، هي دي الثلاث الحاجات الرئيسيه اللي احنا نقدر نتكلم عليها، اللي اساسها بندي شهاده الايزو 9001 للاداره.